الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي مع حديث معاوية حين كتب إلى المغيرة رضي الله عنهما: اكتب لي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكتب له ذكرا من أذكار الصلاة، قال: إن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا من الأدعية التي تقال عقب الصلاة بعد السلام. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن أذكار الصلاة تعتبر كنزا عظيما بما فيها من الأجور العظيمة، وأتمنى لو أن طالب علم يجمعها ويشرحها شرحا جيدا وما تضمنته من معان عظيمة. هي مشروحة في محلها، لكن جمعها في جزء واحد ما أظنه موجودا. نعم، لمن؟ لحظة، إيش؟ لمن؟ فياب. إيش اسم الكتاب؟ ما شاء الله. وأنت ماذا قلت يا رشاد؟ لمن؟ ما شاء الله، جزاه الله خيرا. قال: وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، يعني بقيل وقال كثرة الكلام، لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. ودائما إذا أكثر الإنسان من الكلام يجره لسانه من المباح إلى المكروه أو الحرام. وربما يندم الإنسان بعد ذلك، فالكلمة أنت تملكها قبل أن تقولها، فإذا قلتها فقد ملكتك هي. وقيل وقال لا تكون للإنسان وهو بانفراده، ما يكون إلا مع الجلساء. من هذا الذي يجلس بانفراده ويهدو ويتكلم؟ ما يكون إلا بالجلوس مع الآخرين. فلهذا كثرة الكلام قد تؤدي إلى الغيبة والنميمة وإلى غير ذلك. وكثرة السؤال تحتمل أمرين: كثرة السؤال بمعنى الأسئلة العلمية عندما يسأل الإنسان، وهذا مذموم إذا كان لغير حاجة، مذموم إذا كان لغير حاجة.
وكم من الناس حاله كحال جائع على سفرة فيها من أشهى وألذ المأكولات، فيبقى يسأل أين أحسن هذا أو هذا، أين أحسن هذا أو هذا، ولا يأكل، فيكثر الأسئلة فقط بدون فائدة. فإذا كانت الأسئلة لحاجة فنعمة هي، وإذا كانت الأسئلة لغير حاجة فهذا هو الذي نهي عنه. والمعنى الآخر سؤال الإنسان من الناس معنى الشحتة، يطلب من هذا مالا ومن هذا طعاما ومن هذا، وهذا مذموم لغير الحاجة. إذا كان لغير الحاجة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحل المسألة لشخص حتى يقوم ثلاثة من عقلاء قومه أو من أهل الحجة من قومه يشهدون له، يعني يشهدون له أنه محتاج، ومن سأل وعنده ما يغنيه جاءت مسألته خموش، جاءت مسألته خموشا أو كدوحا في وجهه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة لأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لأنه يبذل وجهه، وإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم المفضالي، يعني كثير الفضل، وإلا فليس من أسماء الله المفضال. نعم، وإضاعة المال إنفاق المال في غير وجهه، يعني إضاعة المال، المال قوام حياتك وبه تقوت عيالك وبه تنفق على نفسك وبه تتصدق منه تتصدق وبه وبه إلى آخره. فمن أضاع المال فقد وقع فيما حرم الله، والمال الذي بيدك هو مال الله، المال الذي بيدك مال الله، فلا تنفقه إلا حيثما أذن الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قوما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. نعم، ومما يدل على أن المال الذي بيدك مال الله قول الله جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وفي قصة المكاتب: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال مال الله، وملك الناس عليه ملك استخلاف لا ملك استقلال. وإضاعة المال إنفاقه فيما لم يأذن به الله، فالذي يشتري التلفاز أنفق المال فيما لم يأذن به الله، فهذا من إضاعة المال. وما ينفق من المال في القمار، في لعب البطة والضومنة والكيرم والشطرنج وغيرها من الألعاب، هذا من القمار وهو الميسر، وإضاعة المال فيه محرم. وهكذا بارك الله فيكم المخالفات الشرعية التي في الأعراس من استدعاء المغنين والمغنيات وأشياء يفعلونها مخالفة للشرع، فهذا من إضاعة المال. الموس الذي يشتريه ليحلق به لحيته من إضاعة المال، قيمة الدخان من إضاعة المال، إلى غير ذلك. المال الذي يشترك فيه في الإنترنت وهو يعبث في الإنترنت بغير فائدة، وربما فيما حرم الله، هذا من إضاعة المال، نسأل الله السلامة.
قال: وكان ينهى عن عقوق الأمهات. عقوق الآباء محرم أيضا، ولكن خص الأمهات بالذكر لما لهن من الحق الزائد، وإلا فالعقوق محرم للآباء والأمهات. وهنا يتأكد حق الأم، فكم من الشباب من يستسهل أمه ويستهين بها لكونها ضعيفة، ولكن على الأمهات أن تربي أولادها على الذل منها، لا بد ولو بالضرب، حتى يذل ويخاف منها، حتى ولو كبر يبقى خوفه منها وتظل مسيطرة عليه. وأين ذهب وأين جاء ومع من مشى ومع من يتواصل، تفتش هاتفه، تفتش جيوبه، إيش عنده في جيبه، عنده فلوس، عنده أرقام، عنده أشياء أخرى، ولا تبالي. وهي تضحك معه: أنا أخاف عليك، أنا ما أريد أن تجالس الأشرار، ما أريدك أن تضيع، المجتمع فيه فسقة، فيه مجرمون، أنا أحبه. تفعل هذا كله وهي تضحك، لكن يشعر أنه متحكم فيه من قبلها. أما أنها تدلعه وتجرئ على نفسها، يلطمها، يدخل في وجهها، يرميها بالحذاء، كيف؟ من هي؟ كانت تضرب ولدها، ما شاء الله، صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا. فهذا بارك الله فيكم، عندما تجرئ ولدها على سبها ولعنها: يا مره الولد يسبك يلعنك. قالت: انا اسمعه يسبح، ستذكرين التسبيح هذا ما هو، ستذوقين مرارته يوما ما. نعم، لكن تنهاه وتزجره وتربيه على الخوف منها وانه لا يخطئ عليها. أما أنها تربيه على أنها تجرئ على نفسها، فإذا كبر استصعب عليها تعديله وخرج عن نطاق يدها. وكان ينهى عن عقوق الأمهات. الأمهات جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تحت قدميها. نعم، فبرها من أسباب دخول الجنة، الإحسان إليها واحترامها وتقديرها من أسباب دخول الجنة، كما أن الضد بضد. عقوقها من أسباب دخول النار. نعم، ربما يكون الإنسان مشغولا، يمر عليه اليوم واليومان لا يسأل عن أمه. لا، أول شغل أمك، ولو بالاتصال بالهاتف إذا كنت بعيدا ومشغولا: كيف أنت؟ كيف أصبحت؟ ماذا تحتاجين؟ ماذا تريدين؟ ماذا أفعل لك؟ أنا خرجت إلى السوق، ماذا أشتري لك؟ أنا دخلت مثلا إلى إب، ماذا أعطيك؟ ماذا أفعل لك؟ أنا ذهبت إلى صنعاء، ماذا تريدين؟ ماذا تحتاجين؟ والمغترب مثلا في السعودية، أنا راجع من السعودية، ماذا أشتري لك؟ بعد أن يكون قد اشترى ما توقع أنها تريده، بقي أنه يسألها: ماذا تحتاجين؟ ما هو الذي ترغبين فيه؟ وهكذا بارك الله فيكم، وسيجد بركة ذلك. نعم، واعلم أن ما تفعله مع أمك وأبيك فاتورة سيسددها أولادك لك وعليك. اعلم هذا يقينا، أنت الآن عب الفاتورة ما شئت، برا أو عقوقا، والأولاد سيسددونها، نسأل الله السلامة. قال: ووأد البنات، يعني دفن البنات حيات، وهذا من صنيع أهل الجاهلية، كانوا يدفنون البنات حيات، ودفنهن حيات خوف العار، لا سيما وكان بينهم الحروب الجاهلية، فإذا غلبت القبيلة الأخرى أخذوا البنات النساء والأطفال عبيدا وإماء، وهم يعني ماذا، ليسوا عبيدا. ولهذا تجد في الحديث: فكأنما اعتق كذا وكذا رقبة من ولد إسماعيل. متى كان ولد إسماعيل عبيدا؟ صاروا عبيدا في الحروب الجاهلية،
عندما تغزو قبيلة على أخرى وأخذوا أناسا من أحر العرب نسبا ومع ذلك يأخذونهم عبيدا، وصارت يعني الأبناء والأحفاد صاروا عبيدا. نعم، فكذلك يدفنون الأولاد أو يقتلونهم حتى الذكور أيضا خوف الفقر، كما في الآية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقال ابن الوردي أقسمتما دفنوا البنات تلاعبا دفنوا البنات كراهة الأصهار، يعني ليس معنى ذلك أنه يؤيدهم لكنه يحكي واقعهم. كان الأصهار يهنون البنات أو يحتقرونهن ويزدهون البنات مثل ما يفعل هو ببنات الناس، يتوقع أن يفعل ببنته هكذا. نعم، وهناك من الناس الآن، وأخبرني شخص عن بعض التجار الكبار أولادهم يأخذ الواحد عشرات الآلاف من الدولارات ويذهب إلى بلاد الكفر يعيث فيها فسادا في الخمر والزنا والمرح والفرح وفي غير ذلك، فيقول ماذا أصنع ببناتي؟ أبناء تجار هكذا، إن زوجتها لأبناء تجار من أمثالي ناس ضائعون، وإن جاب تركتها بدون زوج مشكلة، فيتمنى أنها تموت، يتمنى أنها تموت. هذا حال بعض منهم، وإن كان من التجار من نرى ونشاهد في أولاده في أولادهم الخير والصلاح، لكن أعني أولئك الذين فتحوا لهم المجال تارة في باريس تارة في لندن وتارة في كذا وكذا، يعطونهم المجال وبعد ذلك يرجع يلطم خده وهو يرى ابنه مدمنا على الخمور والمخدرات. نعم، نسأل الله السلامة. المهم، كان هذا من صنيع الجاهلية، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ومنع وهات يعني يمنع ما أوجب الله عليه وما تحتم عليه شرعا ويطلب ما لا يحق له، منعا وهات. أما إذا منع ما وجب عليه منعه فهو مشكور، وإذا طلب ما يحق له شرعا فله ذلك. لكن المراد هنا أنه يمنع، مثلا يمنع النفقة الواجبة عليه، يمنع صلة الأرحام، يمنع بحيث لا يؤدي العمال حقوقهم في أوقاتهم المناسبة، يمنع بحيث لا يسدد الدين وهو قادر على ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم مطلب الغني ظلم. نعم، وهكذا هات يطلب من الناس ما لا يحق له طلبه، فربما اقترض وهو يريد أن لا يسدد أو أن يماطل، وربما طلب من أصدقائه على سبيل الهدية أو على سبيل الإحراج أو غير ذلك، فهذا بارك الله فيكم منهي عنه كما ترون. نعم، قال وحدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهينا عن التكلف عن عمر قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف، يعني أن الذي نهاه النبي صلى الله نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل قد وصف نبيه بذلك فقال وما أنا من المتكلفين. نعم، ومن أراد أن يتخلص من التكلف فليعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يكلف نفسه أكثر من ذلك، فتأتي بالعبادات المطلوبة وتأتي بالنوافل المطلوبة وتدع المحرمات ولا تشدد على نفسك فتكلف نفسك ما يعني يؤدي إلى الانقطاع، لا تكلف نفسك ما يوقعك قد يوقعك في الانقطاع عن أعمال البر وأعمال الخير.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر بين يديها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. سيسألونه عن أشياء مغيبة وغير مغيبة، فهل هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ لا، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم منه إلا ما علمه الله، لقوله في مقامي هذا. فلو كان يعلم الغيب مطلقا ما احتاج إلى تخصيصه بهذا المقام. نعم، لكن في هذا المقام أغضبه شيء من أصحابه فأجابهم بهذا، أجابهم بهذا. نعم، قال أنس فأكثر الناس البكاء وأكثر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول سألوني. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. ولا يلزم أن هذا مخلد في نار جهنم إلا إن كان الله قد كتب عليه ذلك، فقد يكون عنده أشياء توجب له دخول النار ثم الخروج منها. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال ثم أكثر أن يقول سلوني. فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى، يعني إما أنها كلمة تهديد أو يعني غير ذلك. أو تريد أن أقول هو تابعي؟ صحابي؟ الاحتمال وارد، الاحتمال وارد، لكن المنافقون لا يسألون هذا السؤال ولا هم في حاجة إلى يسألهم في الجنة وفي النار، هم يعلمون أنهم كفرة، هم يعلمون أنهم كفرة، فما غاب عن ذهني، لكن لهذا المعنى الذي ذكرته أعرضت عن ذكر لعله منافق. نعم، قال أولى. أعني هذا أن يكون قد يكون بمثل هذا، وقد يكون وعيدا نبه عليه الحافظ. هذا الشارح من هو؟ الحافظ ذكر غير هذا. قال والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، يعني ما بينه وبينها إلا أقل من متر ونصف أمامه، كانت المسافة 3 أذرع بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين الجدار، يعني نحو متر ونصف. نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلم أرك اليوم في الخير والشر، وهذا دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان،
خلافا للجهمية الذين يقولون إن الجنة والنار ليستا مخلوقتين. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك قال قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نعم. الآية يعني أنك لا داعي أن تسأل، هب أن الله ابتلى أمك بشيء أكنت تفضحها؟ ثم يحصل لك من الأمور في كونك منتسبا إلى غير أبيك أشياء كثيرة، ما لا داعي للتنقيب عن هذا الشيء. وبهذه المناسبة بعض الناس يكون واقفا بجواره ابنه تسأله هذا ولدك؟ قال إن شاء الله، أو إذا صدقت أمه. لا داعي لهذا، هذا قذف، هذه تهمة، لا داعي لهذا الكلام. هذا ولدك؟ تقول نعم هذا ولدي. نعم. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. نعم، هذا من التكلف. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة والتقى أبو هريرة بشخص من هؤلاء، ما درى إلا وهو يسأله هذا السؤال من خلق الله، سأل الله السلامة. وجاء في الحديث أنك تقول الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا إخوة، الوسوسة إذا فتحت على العبد لا تقف عند حد، إذا فتحت باب الوسوسة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولينتهي ولينتهي، هذه هي الوسوسة. ودائما تأتي عند أناس عندهم شيء من الصلاح على جهل، أما الفسقة والمجرمون لا تأتي عندهم هذه الوسوسة، يوسوس حتى في عدم وجود الله. لماذا الفسقة لا يوسوسون؟ هؤلاء في جيب إبليس، ما يحتاج يخسر لهم شيئا، هو يبحث على الصالحين ليضيعهم، يخرجهم من المساجد، يخرجهم عن طاعة الله، هو يبحث عنهم. ولهذا كم من شخص وجدناه من هؤلاء الموسوسين وننصحه بالانقطاع عن الوسوسة. بعضهم يأتي يقول الشيطان يقول لي يعني كيف أنت الآن تعبد الله؟ أين الله؟ ما في شيء، كيف تصدق أن الله موجود؟ كيف كذا؟ لا يعني يأتي بأشياء. أقول له لماذا أنت تقول هذا الكلام؟ قال ما هو أنا؟ قلت بس وقف انتهى، ما هو أنت؟ نعم ما هو أنت، هذا هو، وقفنا عند الحقيقة، ما هو أنت؟ انتهينا. لماذا تخاف؟ قال لكن أشعر بهذه الوسوسة. قلت له أنت تشعر كأنك بقلبين، قلب يأتيك بهذه الوسوسة وقلب يعاتبك. قال نعم. قلت هذا الشيطان والقلب الذي يعاتبه قلبك، قلبك، لا تخف، انتهى كل شيء، لا تبالي، انقطع عن هذه الوسوسة وكفى، هذا ما هو أنت، هذا من الشيطان. فبعضهم ينفعه الله بهذا الجواب لأنه جواب مختصر أتى بالمطلوب. أما لو حاولت تأتي له بأدلة من هنا ومن هنا كلها مطروح عليها علامة استفهام غير مقنعة لديه، وهو في هذه الحال التي هو عليها، نعم، يبقى متشككا ويعني متأرجحا
كل دليل عنده ليس كافيا في الدلالة على المطلوب. انتبه بارك الله فيك، مسألة: ألست ترفع يديك تدعو ويستجيب الله دعاءك؟ هذا دليل موجود، هذا دليل كافي وقاطع، دليل كافي وقاطع. كون الناس يدعون الله ويستجيب لهم انتهى. يا زيد أجابك زيد، تقول لا زيد ما هو موجود، ها هو أجابك، وأنت تقول اللهم أعطني كذا وأعطاك، موجود. نعم، لا داعي لك تتشكك. انظر، ألست ترى من أطاع الله كلما زادت الطاعات استنار وجهه، ومن عصى الله كلما زادت المعاصي اسود وجهه؟ هذا دليل على وجود الله، وعلى أن الله عز وجل هو الذي نور وجوههم، وعلى أنهم حين عبدوه صدقوا معه حصل لهم هذا الخير، وأولئك عندما عصوا انظر كيف حصل لهم، ما يحتاج إلى أن تفكر كثيرا. ولهذا يقول العلماء: الله عز وجل أعظم وأكبر من الدليل الذي تبحثه لإثبات وجود الله عز وجل. فلهذا بارك الله فيك ادفع هذه الوساوس ولا تلتفت إليها، انقطع. ذات مرة كان رجل يعني يبكي 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 بكاء مرا وهو خائف على نفسه، أقول له: يا أخي علاجك أن تنقطع عن الوسوسة ولا تفكر. فأكثر علي الكلام، قلت له: اسمع، ممنوع تتكلم معي في هذا الموضوع، لأني شاعر أن الحل السكوت، ممنوع تتكلم معي في هذا الموضوع. فوجدته بعد فترة قال: والله نفعني الله بهذا الكلام، حين انقطع وكذا وترك نفعه الله بهذا. فالاسترسال في الوسوسة هي التي توصل الإنسان إلى هذا التشكك، وهذا علاج نبوي حين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم ولينتهي، ولينتهي، يتوقف عن الوسوسة. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حرف بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، يعني هذه الخصلة من خصل النخل التي تكون ذاهبة يمينا أو شمالا، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه ولا يسمعكم. عندكم كلكم الواو هذه؟ لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني لا تستطيع أن تحدد ما هي الروح، لكن الروح موجودة وتنفخ في المولود، تنفخ في المولود وتنتزع عند نهاية حياته، فهي موجودة. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنها تخرج روح الكافر كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، وأنها توضع في كفن في يعني المسوح، وروح المؤمن تخرج كأنها القطرة تسيل من في السقاء، ويصعد الملائكة بروح المؤمن والكافر، المؤمن تفتح له أبواب السماء والكافر لا تفتح له أبواب السماء إلى آخره. هذا كله يدل على وجود الروح، لكن ما هي؟ محسوسة غير محسوسة، ملموسة غير ملموسة، يعني كل هذا لا تسأل عنه، يكون عندك الإيمان بوجود الروح. والعجيب أن الشوكاني ذكر في هذه القضية التي نهينا عن الخوض فيها أن الناس اختلفوا في الروح على 1800 قول، والعياذ بالله. نعم، فالعجيب على كثرة هذه الأقوال، العجب من كثرة هذه الأقوال في الموضع الذي نهى عنه رب العالمين، قل الروح من أمر ربي. نعم،
يقول حديث ذاك صريح الإمام، هذا حديث صحيح، والرسول صلى الله عليه وسلم شكوا إليه أنهم يجدون في نفوسهم شيئا لأن يخر أحدهم من السماء خير من أن يتكلم به، فقال أوجدتم ذلك؟ هذا صريح الإيمان، هو من هذا القبيل، هو من هذا القبيل. يقول من كثرت وساوسه في الصلاة وشك فيها ماذا يصنع؟ من أهل العلم من يقول ليس عليه شيء، ما هو الراجع؟ ليس عليه سجود سهو. انتبه، إذا كان مجرد وساوس فلا يلتفت إليها، لكن إذا وصل إلى الشك، إذا وصل إلى الشك أحيانا يكون مجرد خيال لا وجود له بالحقيقة، أما الشك فلا يترجح له، إما أن يترجح له أحد الجانبين بغلبة الظن أو لا يترجح لديه شيء، فإن ترجح له شيء بغلبة الظن فقط ليس ترجيح حقيقي، إنما يغلب على ظنه أنه قد صلى 3 ركعات، ظن آخر يقول لا، لكن الغالب على ظن أنه 3، يصلي يجعلها 3 ويسجد بعد السلام. فإذا لم يترجح له شيء 3 4 لا أدري، ما استطاع أن يرجح، ما تذكر شيئا، يجعلها 3 يبني على الأقل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وليبني على ما استيقن، هم استيقن من 3 والشك في 4، يبني على ما استيقن وهو الأقل ويسجد للسهو. فإذا كان مجرد وسواس يطرح الوسواس، مثلا أنا إمام، أنا إمام شككت أهي 3 أم 4، قمت جعلتها 3، لو سبح لي 2 لجلست على أنها 4، لكن ما سبح أحد، فإذا كنت سأقبل 2 وأجلس هؤلاء كلهم شهود أنني ما سهوت، هؤلاء كلهم شهود، المصلون كلهم شهود أنني ما سهوت، فلهذا اطرح هذا الشك ولا تلتفت إليه، اطرح هذا الشك والاحتمال لا تلتفت إليه، فقد شهد وراءك العشرات بل المئات من الناس أنك ما سهوت، فمثل هذا يكون مجرد خيال وسواس يطرح. قال ما نصيحتكم للزوج الذي تحت يده أكثر من زوجة ولا يعدل بينهن، وخاصة من كان مغتربا وعنده زوجة في الغربة وأخرى في بلده، فيبقى في الغربة 1 أو 2 وعند الأخرى إذا رجع إلى بلده 1 أو 2 أو 3، هل هو ظلم وماذا يترتب على ذلك؟ أولا بارك الله فيكم، الذي يعلم من نفسه أنه عاجز عن العدل فلا يتزوج، لا تتزوج قطعا الزوجة الثانية، تكفيك واحدة، قال الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، نعم يعني تلقى الله وأنت سليما ونعم من الظلم، ما تتحمل نسائك في الدنيا والآخرة، هذا إذا كنت عاجزا عن العدل، ولابد أن تسعد هذه بما تسعد تلك، ما هو واحدة أخذها وأروح أتمشى بها وأنفس عليها وأفعلها وأفعل لها والثانية أخليها مرمية كأنها شاه مربوطة في البيت ولا أضرب حسابها، هذه أفعل لها، هذه يعطيها الملابس الجميلة وهذه ما أنتبه لها ولا شيء، لا، اتق الله في نفسك، أنت محاسب على هذا بين يدي الله. نعم، وبالنسبة للمغتربين يحتاج إلى نظر، إذا كانت زوجته راضية بهذا فلها ذلك، وإذا كانت لم ترضى بهذا فالحق لها، وهو مسؤول أمام الله عز وجل عن عدم العدل. واعلموا أن الذين يتغربون ويبتعدون عن أهليهم كثيرا أن الله ينزع بركة غربتهم، هذا مجرد يجمع الأموال وكأن الكيس مخروق من تحت ولا يثبت شيء،
والذي يتفقد أهله ويعود إليهم ما بين حين وآخر 4-5 أشهر ويأتي 6 أشهر ويأتي 7 أشهر ويأتي حسب ظروف العمل، هؤلاء يضع الله البركة في أموالهم وأهليهم وأولادهم. ليتق الله، كم من شخص ما يدري إلا وقد وقعت زوجته في الزنا والعياذ بالله وهو في بلاد الغربة، والله أعلم كيف حاله هناك. انتبهوا، كم من واحد بارك الله فيكم ما يطلق زوجته وهو هناك، ده ما عاد يرجع. طيب بارك الله فيك، أنت الذي عرضتها للفتنة، أنت الذي عرضتها للفتنة وأتيتها بالدش والتلفاز وجعلتها تتفرج على كل شر وكل بلية، وأعطيتها الجوالات الضخمة والكذا ودخلت في الإنترنت وخاضت يمنة ويسرة، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يا إخوة بارك الله فيكم، اتقوا الله في بنات الناس، اتقوا الله في بنات الناس، احترمها. هذه بنت في بيت أبيها مصونة شريفة عزيزة، ما جاءت عندك تهين كرامتها؟ عندك استعداد أن تقوم بها خير قيام؟ وإلا أرجعها إلى بيت أهلها معززة مكرمة، والله المستعان. إلهنا والحمد لله رب العالمين.